افتتاح مقر جديد لشعبة بلدية البوني، حي المنظر الجميل، 900 ساكن في ولاية عنابة، وتعتبر بلدية البوني من أكبر بلديات الولاية، حيث سيكون جناح خاص بأنشطة الشعبة، وكذلك نادي ابن باديس والذي سيقوم بالتحضيرات للأقسام تدريس القرآن الكريم، وكذلك دروس الدعم، وايضا اقسام للتحضير 4 سنوات و5 سنوات. الجمعيه كما راكم تشوفوا وتتبعوا راهي عندها حقول متعدده، من تحضير القران الكريم الى التعليم الى تكوين النساء بمختلف التخصصات، وهذا كل مجهود نبذله جميعا ويبذله الاخوه والاخوات وبناتنا ونسائنا وحتى الكبيرات من اجل الرقي بهذا المجتمع. فهذه جمعيتكم، نحمد الله على هذا الفتح وهو ان اتيح لشعبة البوري هذا المقر الذي سيخرج منه بإذن الله الحافظون والحافظات، المتعلمون والمتعلمات، المتكونون والمتكونات. جاءت أقدار الله تعالى على أن يفتح في ظل هذه النسمات المباركات. حفظ الله الجميع وبارك الله الجميع ووفق الله الجميع، ونعتقد اعتقاد أهل الجزم والعزم أن كل خير في بلاد الجزائر سيقول نعم لجمعية العلماء المسلمين الجزائريين، لن يدخر جهدا في خدمتها وفي تقديم العون لها، لأنه بذلك يعتقد جازما أنه يحافظ على تربية المجتمع ويحافظ على تربية النشء ويحافظ على تكوين الجيل تكوينا سليما صحيحا. أرسى معالمه عبد الحميد بن المديس رحمة الله عليه حين قال: الإسلام ديننا والعربية لغتنا والجزائر وطننا، لهاته المعالم سنحيا ولهاته المعالم سنناضل ولهاته المعالم سيرفع من في هذا المقر من أهل الجد ومن أهل الكد. هذا الشعار عاليا. وباسم الجميع نقول لك رانا تشرفنا بك، نحتاجوا بعضنا اكيد، وكاش ما احتجتوا خويا رانا حاضرين. الجمعيه راهي جزء من هذا المجتمع القوي، اجتماعي، ثقافي، فكري، اعلامي، ارشادي، توجيه، علماء كاينين، الخبراء كاينين، المدربين كاينين. فقط نحاول نوقفوا على مستوى الشرق الاوسط 17 ولايه اللي تحتاجوا يحفظوا ان شاء الله يكون ان شاء الله.